السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نوريكم الا جيت لطنجة واش هما الاماكن اللي ضروري خصك تزورهم في مدينة طنجة. بقاو معنا في هذا الفيديو. اولا من تجي لطنجة خصك تجي لهاد الساحة اللي معروفة بزاف واللي قريبة لاي حاجة. مهم وضروري تزور هاد الاماكن من هنايا. كنظن هادي سميتها القصبة. سميتها القصبة ياك اخويا حاتم؟ هادي سميتها القصبة ولا كسميتها؟ هادي القصبة. واه راه كيهضر معايا ولد طنجة وكيوريني. المهم هادي القصبة. دروك رانا ماشيين المقهى الحافة، قهوة الحافة، واحد القهوة اللي ضروري خصك تزورها الا جيت لمدينة طنجة، وضروري تفوت مع هاد الشوارع. واحد اللوطو مورايا مع هاد العثمانيين. انا حاليا كنعطيكم غير ردة الفعل ديالي في ازقة القصبة. ما جيت نصورها كاملة، خصني كل فيديو ندير فيه ساعة ونص ولا جوج سوايع باش نصور لكم القصبة بالدروبة ديالها بداك الشيء الواعر فيها. المهم كتبقى وحده من الوجهات الى جيت لطنجة ضروري خصك تزورها. وحنايا ماشي للحافه باش نوريكم اجمل الاماكن اللي تقدر انك تزورهم في طنجة. جيت لهاد البلاصه بالصدفه اللي ما عرفتهاش. واحد الدري صاحبي قال لي هاد الحفاري اللي هنايا راهم يبانوا لكم، قال لي هادو قبور ديال النصارى شحال هادي. ما عرفتش واش المعلومه صحيحه ولا لا، اكدوها لي نتوما. بحال هاد الحفاري كاملين. ها هي المقبره الفينيقيه. المقبره الفينيقيه كما قلت لكم معلومات صحيحه، يعني هذه مقبره، المقبره الفينيقيه. اخيرا وصلنا لقهوه الحافه. ندخلوا نتقهوا في اشهر قهوه كاينه في طنجه. وصلنا لاشهر قهوه في طنجه، ولكن للاسف خصك تجيب كري باش تشد البلاصه لانها عامره بزاف. هيا كما كتبان لكم عامره، كاينش بلاصه. الله يجزيك. شي حاجه ناكلوها وشي كاسات؟ انا يا ام فصل البحر وامين هوك ام فصلية. ريد نجهد للضو مع الشمس. انا امين هوك هي ام فصلية ليها. وري البحر. بيناتنا 13 كيلومتر. والله كاش على القلوب ان شاء الله ربي يكون هذا سام. امين يا رب. والله يسهل على الجامعة. امين يا رب. امين والله. لا راك من هنا شير بالك تبان لي مليحة. المهم ها هي قهوة الحافة. هاد الدروبة يخرجوا من هنايا نمشيو لبلاصة واحدة أخرى باش نوريكم أجمل الأماكن اللي تقدر تمشي لهم إلا جيت لطنجة. هضرت مع الدري صاحبي في اسبانيا في برشلونه من لهنايا. نفس الجو اللي كاين هنايا في طنجه كاين في برشلونه لانهم قرابين بزاف. وانا قلت لكم مقهى الحافه كما قال لي داك الدري 13 كيلومتر بعيد على اسبانيا. كاين بلايص تاع 15 كيلومتر وكاين بلايص، المهم كاين بلايص متفرقه. جيت ريحت في هذه البلاصه كنقلب باش نوجد لكم واحد الفيديو غادي تشوفوه من بعد كيفاش تسافر المدن. المهم خليها مفاجاه حتى الفيديو واحد اخر. الا جيت لطنجة ضروري خصك تجي للقصبة ولهاد البلايص اللي زوينين. طنجة الجمال كما راكم تلاحظوا. عنديكم نقطة الصفر، النقطة اللي كتبدا منها افريقيا. هذه اللي رانا فيها هي بوابة افريقيا، وغادي نوريكم نقطة صفر كيلومتر لان من هنايا كتبدا افريقيا. كاينة واحد النقطة هنايا فيها نقطة صفر كيلومتر، يعني صاي كملت افريقيا الا كنت خارج منها، ولا كنت داخل فانت يا عاد دخلت افريقيا. وصلنا لبداية ونهاية افريقيا كما راكم تلاحظوا. صفر كيلومتر يعني عاد دخلت افريقيا صفر كيلومتر. صافي راك وصلت لافريقيا بالخريطة ديال افريقيا من لهنايا وبخريطة المغرب من لهنايا والشعار هذا وشعار المملكة المغربية. المهم هنايا بديت صفر كيلومتر، الدخله ديال افريقيا والخرجه ديال افريقيا. لهيها كاين المرسال اللي تخرجك لاوروبا. صافي بدايه افريقيا، مرحبا بكم في افريقيا. واخا هكاك افريقيا زوينه غير هي فيها شويه الفقر وصافي. اقرب نقطه لاوروبا هي مدينه طنجه. ما كاينش شي دوله في افريقيا اللي قريبه على مدينه طنجه في الحدود مع اوروبا. دخلنا لواحد المتحف شوفوا واش فيه. المهم هادشي اللي غادي تشوفوه في هذا المتحف. السلام عليكم. دخله باطل ولا بالفلوس؟ لا باطل. الله ينور. هنايا كانت شي حاجه مهمه وتحيدات البلاصه.
والبلايص اللي خصك تجي لهم هنايا هاد المتحف اللي فيه شي صوالح قدامين بزاف. المهم ما عرفتش واش دخلها باطل ولا بالفلوس، بصح انا ما خلصتش عليها. قال لي دخل مع السياح، كان السياح قال لي غير دخل معاهم، تخلط معاهم ودخل. وكاين واحد المتحف واحد اخر اللي زوين بزاف، حتى هو اللي جيت لطنجة خصك تجي له، حتى هو فيه بزاف ديال الصوالح التاريخيه زوينه بزاف، حتى هو مشيت له. غادي نخلي لكم فيديوهات ديالو. الدخله بالنسبه للمغربي 20 درهم والاجنبي ما عرفتش يمكن 50 درهم اولا 30 درهم. والمغربي ما كيشوفلكش كارت ناسيونال، مثلا الا كان جزائري اولا تونسي اولا عربي تقريبا راه بحال راه مغربي. يعني العربي اللي عنده شويه اللهجه بحال المغربي راه كيتسمى حتى هو بحالو بحال المغربي. دروك غادي نطلعوا نشوفوا هاد البلاصه كي دايره. هاد البلاصه زوينه بزاف، بصح كتدخلها المهم المغاربه كيدخلها ب 20 درهم، الاجانب كيدخلوها ب 50 درهم. قلعه تاريخيه والمجسمات تاعها هذه على حسب ما كنظن كانت الدخله ولا القلعه اللي كتحمي المدينه القديمه. هذه الرحله ديالنا في طنجه، ما انا البلاصه السياحيه اللي عجبتكم اكثر قولوا لي في لي كومونتير. والله لا صدمه يا اخوان، شوف 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 تبارك الله، هذا هو اللباس المغربي التقليدي. هذا الزي تاع قائد البحريه، هذا هو الزي المغربي التقليدي. هاد البلاصه كتستاهل 20 درهم وحتى 50 درهم اللي يخلصوها الاجانب كتستاهلها. ومازال مازال مازال المجد. شو هذا اقدم صحيح البخاري. مازال واحد الفيديو طويل على هذا المتحف، هادشي علاش تابونا وتسنى الفيديو. وحده من البلايص المهمه بزاف اللي خصك تزورها هي سور المعاكس. ما يمكنش انك تجي لطنجه وما تزورش سور المعاكس. هاد المدافع هما اللي كانوا موجهين نحو البرتغال واسبانيا، اقرب نقطه لاسبانيا. سور المعاكس ما عنديش عليه معلومات بزاف، هادو اللي كانوا كيدافعوا على المغاربه من الاوروبيين ودافعوا على اليهود من الاوروبيين. مدافع موجهه نحو اسبانيا. هاد المدافع كيتسموا بحال شحال هادي كان عندنا النواوي، كنا مشيرينو على اوروبا، اللي دوا ياكل الدواء. شحال هادي ملي كانت ايامات العز كانوا هاد المدافع بحال راه عندك النواوي، كاينش اللي يقدر يقرب لك. واحد الحاجه اللي زوينه بزاف هنايا في طنجه، انك غير تحط رجليك على ممر راجلين الوطا يحبسولك. هادي حاجه استثنائيه كاينه غير في طنجه. وضروري ضروري الا جيت لمدينه طنجه ضروري تجي لكارت سبارتيل، وفين تلاقى البحر الابيض المتوسط مع المحيط الاطلسي فين كاين داك الاسهم. ما يمكنش تجي لطنجه وتسمى انك جيت لطنجه بلا ما تجي لهاد البلاصه. بصح ملي تجي كارت سبارتيل خصك تسنى بزاف باش تصور من جهه هذوك الاسهم، ولكن ضروري خصك تصور. ولا بقيت تجيت لكارت سبارتيل هود لهنايا لهاد الدروج باش تهود لواحد المنظر زوين حدا البحر كيشوف ليها. ضروري ضروري وصلت لكارت سبارتيل وما تهودش للدروج هنايا، كاين واحد المسافه ديال الدروج كتهود بها. ولا هودت مع الدروج غادي تجي لهاد البلاصه اللي زوينه تقدر تضرب فيها التصويرات. المهم رانا من جهه كارت سبارتيل، الجرده اللي معروفه كارت سبارتيل هي مورايا. كنا صورنا فيها فيديو، ما نستحقوش اننا كل مره نصوروا فيها فيديو. الا مازال ما تابونيش تابونا باش يوصلك الفيديو نتاع الجرده نتاع كارت سبارتيل. كتدخلها ب 50 درهم، واش كتستاهل 50 درهم ولا لا؟ هادشي اللي تشوفوه معنا في الفيديو الجاي. ومن احسن البلايص اللي تقدر تمشي لهم هي مغاره هرقل. ومن لهنايا الساحه ديال مغاره هرقل، ومغاره هرقل تدخلها من لهنايا. بصراحه مغاره هرقل ماشي بزاف ملي مشيت لها، غادي نخلي لكم فيديوهات ملي مشيت لها. ودروك غادي نهود لهنايا باش تشوف هذا المنظر حدا البحر والريح شي شويه هنايا. ولا بانت لي نعاود ندخل لمغاره هرقل، الا ما بانتش غادي ندير لكم فيديوهات نتاع هاد المره اللي مشيت لمغاره هرقل. ها هي الدخله نتاع المغاره، كنسمع بها بزاف. هنايا البحر كيكب هنايا، منظر زوين واخا كاين الظلام. بصراحة مغارة زوينة. هنايا خطر السوق، صافي هادشي ما كاين في المغارة. تقولوا ليش الإخوان هادشي اللي كاين في المغارة؟ هاديك ماشي خرجة، هاديك جيت خارج كاع بحالي. أنا عاد باغي نكتشف هنايا، ما عرفتش واش غادي نكتشف. بان لي المغارة صغيرة زوينة، بصح صغيرة. جيت خارج قال لي بان لي هادشي اللي فيها. كاينه هادي عاوتاني تشوفو ندخلو لها. هادي مغاره زوينه، المغاره الاولى تاع 10 دراهم شويه، هادي 5 دراهم زوينه. ما عرفتش السياح شحال كيخلصو، يمكن كيخلصو 20 درهم.
يعني المغاربه كيخلصوا 5 دراهم. انا ما مأكدش بصح هادشي اللي شفت. هادي والله الا كنت منها بزاف كاع، وهادي 5 دراهم والاخرى ب 10 دراهم. انا كنت نجي لهادي. وهادي الساعه نتاع هيراكل كنشوف بها الساعه. نقراو هنايا واش كاين هيراكل البرطل الاسطوري وتبارو. المهم هادي كامله ها هي، وقرا على خاطرك، دير بوز وقرا مع راسك. اللي هي شي الواح مكتوبين باللغه نتاع الفراعنه. باينه هنا يا خير من هنا. دروك غادي نتفرجوا على الصياده وهم يسيدوا الحوت. المهم حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. الى عجبك الفيديو خلي لايك، تابونا في القناه باش يوصلك الجديد، وتهلاو.